مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة أخبار صوت الساحة التونسية. استقبلت ولاية المنستير يوم الثلاثاء الفارط والي المنستير الجديد أكرم السبري الذي تمت نقلته بنفس الخطة من ولاية جندوبة إلى ولاية المنستير. وودع والي المنستير أكرم السبري سلفه عدل الخبثاني متمنيا له النجاح والتوفيق على رأس ولاية صفاقس، موضحا أنه سيواصل العمل على رأس ولاية المنستير بنفس التناغم بين مختلف الأطراف. تحدد في يوم تسليم المهام الحقيقة لابد من الاطلاع على الملفات حتى تبوب حسب الأولوية، لكن الانطباع الأولي وأنه أعتقد أنه سيكون الملف البيئي في مقدمة اهتمامات الإدارة والسلطة الجهوية في ولاية منستير. أشرف يوم الخميس والي سوسة عدل شليوي على افتتاح موسم جني الزيتون في سوسة، وقد قام بزيارة إلى معتمدية سيد الهاني رفقة عدد من الإطارات الجهوية والمسؤولين المحليين، أين عاين عملية جني محصول الزيتون بالمنطقة. تتواصل معاناة المستهلك التونسي، فبين ارتفاع بعض المنتوجات الفلاحية الحقلية التي سعى جاهدا لمقاطعتها مثل الطماطم، يفاجأ هذه الأيام بفقدان منتوج البطاطا. وقد عبر بعض التجار والمواطنين عن شبكات الاحتكار التي ساهمت في فقدان هذا المنتوج من الأسواق وارتفاع ثمنها، كما أنها يتم توزيعها وفق سياسة المحاباة حسب تعبيرهم. غالية بصراحة على المستوى الكل، ياسر برشا غلا، عايشين ياسر في الغلا، طماطم ب 2000 واش، الحوت هاك تشوفين ما تبقاش حاضر لاحق على كل شيء. شيء موهوب من نصابة لبرا، فهمتني ولا؟ شيء ويسرقوا حتى في الميزان، ونمشيو المرشي كامل، مرشي حمام سوسة وما أدراك، ما فيش كعبة بطاطا. بعد أشهر من تدشين السوق المركزية في حي الرياض واستبشار المتساكنين بوجود فضاء بلدي منظم ونظيف ومراقب يتبضعون منه، إلا أن السوق أصبح مقفرا وخاليا إلا من 4 تجار تشكى كلهم من غياب المستهلكين بسبب سوء استغلال الفضاء وعدم فتح كل المحلات مثل الجزارة والدواجن، فاتجه المستهلك نحو المحلات وغدر أغلب تجار الخضر والغلال بالسوق. هذا وطالب التجار السلطة المعنية بإيجاد حل سريع وجذري لإعادة فتح السوق وتركيز التجار فيها وإعادة النشاط التجاري لهذا الفضاء. حط كل حاجة في بلاصتها، رانا الشهرين الأولانيين شهر رمضان خدمنا، اللهم صلي على النبي، مي قاعد نقعدوا في الكليونات، الكليون اللي يجي لهنا يحط كرهبته في الباركينج البرا، ماذا بيه يقضي كل شيء، مش يقضي من هنا حوت وخضره ويمشي يهبط لشارع التوفيق ولا يمشي لحوانت اخرين يزيد يوقف مره اخرى باش يقضي غل الحم ولا الدجاج. قعدنا نقعدوا في الكليونات او اليوم او غدوه او الجمعه الجايه او بعد رمضان ان شاء الله، او بشي رام سبع حوانت، سبع حوانت بلديه وولايه ومصلحه الاسواق وحلو فيهم لشكون باش يعطيوه. تم غرد نوفمبر الجاري تنظيم حملة نظافة والتشجير بمطار المنستير الدولي لحبيب بورقيبة، والتي ستتواصل إلى غاية 12 من الشهر الجاري. وتنظم هذه الحملة بمبادرة من النقابات الأساسية بالمطار الدولي لحبيب بورقيبة وبمشاركة الإدارات والسلطة الجهوية وشباب متطوع. وقد تم خلال الحملة القيام بعمليات التنظيف والتشجير التي شملت الساحات الأمامية والخلفية للمطار والمساحات الخضراء وتقليم الأشجار وزرع نباتات الزينة. أعرب فلاحو ومربو المواشي في القلعة الكبرى عن قلقهم من سرقة محاصيلهم واستباحة ضيعاتهم، إضافة إلى سرقة مواشيهم من قبل مجهولين، حيث ارتفع منسوب السرقات مع انطلاق موسم جني الزيتون. وطالب الفلاحون بضرورة توفير الأمن وتكثيف دوريات حرس الغابات، إضافة إلى مطالبتهم بتهيئة المسالك الفلاحية لتسهيل تنقلهم. الضيعات الكل تشكو من السرقات ومن المرض زادة متاع الزيتون، والسرقات سرقات كل يوم لازم يصير السرقات.
بيّن رئيس نقابة وكلاء البيع بالجملة في سوسة ونائب رئيس النقابة الوطنية بدر الترابلسي أن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والغلال يعود بالأساس لاختلال مسالك التوزيع، وأن أغلب منتجات الخضر والغلال تباع خارج الأسواق المركزية. كما بيّن انتشار الفساد وعدم قدرة الدولة على توفير آليات المراقبة وعجزها عن إصلاح منظومة القطاع الفلاحي. حاجيات نتاعو بالخضره والغله ما عادش يحكي معناتها باش يحضيها، ما عادش نقيم شنو اللي معناتها ناخذوا بالكعبه ولا بالكذا ويمكن ما عادش نجمو ناخذوا جمله. مالوريزمون معناتها هي عده عوامل، غلاء نتاع الاسعار، فما عوامل اللي احنا معناتها فيها تقصير من الدوله ومن المتعاملين اللي هما في الميدان. أدى يوم السبت المنقضي وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم زيارة عمل إلى ولاية المهدية، حيث اشتمل برنامج زيارته على التوجه لمقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالمهدية، ثم تدشين جامع الغفران بمنطقة الروضة، ثم زيارة كتاب جامع الفتح والجمعية القرآنية، ثم التحول إلى معتمدية قصور الساف لتدشين جامع بلال. وقد ختم الوالي زيارته بالتحول إلى معتمدية الشابة لمتابعة أشغال بناء جامع إبراهيم الخليل. أدى يوم الأربعاء الماضي والي سوسة عدل شليوي زيارة إلى مدخل مدينة هرقلة رفقة الكاتب العام للولاية شكري المبروك، وبحضور النائب حافظ الزواري ومعتمد المنطقة والمدير الجهوي للتجهيز والمقاول المكلف بإنجاز المشروع. وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة وتثنية الطرقات المحلية 812، 814 و 844 بهرقلة. في أخبار الرياضة، تحتضن اليوم القاعة الأولمبية بسوسة انطلاقا من الساعة الرابعة قمة مباريات الأسبوع السابع لحساب البطولة الوطنية لكرة اليد، والتي ستجمع بين النجم المتوهج والترجي المنكسر بسبب خسارة التاج الأفريقي آخر الأسبوع المنقضي. وينطلق أبناء سامي السعيدي بحظوظ وفرة للفوز بهذه المواجهة بالنظر للمستويات الرائعة التي قدمها الفريق إلى حدود الجولة الفارطة. في الختام، يخوض أكابر النجم الساحلي اليوم السبت لقاء وديا ضد النادي البنزرتي انطلاقا من الساعة 2:30 ظهرا بمركب النجم الرياضي الساحلي. بأخبار الرياضة مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. دمتم في أمان الله.